انت كنت فين يا استاذ سيف؟ كنت فين؟ الحاجه كلمتك 5 6 مرات. ما قلتلكش عاوزه ايه؟ قالت لي عايزه ضروري 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 3 ضروري يا ابني. راح فين انت؟ راح فين دلوقتي؟ انت لسه هتتكلم؟ ده قالت لي اول ما يطب في الدكان هيجيني على طول. ليه؟ ايه الحكايه؟ انا مش عرفني. الو، ايوه نينا. لا ابدا، انا كنت في مشوار كده ورجعت. طيب في ايه؟ طمنيني بس، لازم اجي يعني دلوقتي؟ لا ابدا، اصلي يعني متضايق وتعبان شويه. طيب حاضر حاضر، جاي على طول. مع السلامة. يهبل يا عبيط، واحد غيره كان اخد منك الفلوس والحاجة تخليص حق وقال لك ننتك في العش ولا طارت. انا كنت اقتله واشرب من دمه. تفكرني اهبل ولا كوديا؟ لا عبيط، الولية ضحكت عليك وخدت فلوسك. لا يا حبيبتي. اه طب ايه هو اللي قال لها تديله فلوس وما تعملوش حاجه؟ عايز يفضل زي ما انا، هو يبقى احسن مني. بس 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 بلاش خيبه، كلام الماسخ اللي ملوش طعم زيك ده. ده بدل ما تروح وتقول له كتر خيرك. خلاص خلاص، يعني بقى كلكم بقيتوا معاه في صفه؟ لا يا حبيبي، انت بقى يا نطل ما سألتش نفسك الست بمبكشر عملت فيك كده ليه وايه صلتها بعبده؟ هقولك انا ايه صلتها بعبده، افهمي نفسي تفهمي. بتنفعه وينفعها. طب هي بتنفعه، هو بينفعها في ايه؟ انا عارف بقى ايه اللي بينهم. ولما انت عارف كده تقوم تروح لغاية عندها برجليك. اعمل ايه بقى؟ كنت فاكر ان الفلوس هي اللي هتفتح لي بابها. يا اخويا قفلت الباب على مناخيرك وقالت لك اوعى توريني عرض قفاك. خلي البت دي تسكت، انا مش فاهم ايه اللي حشرها. عسل 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 عسل، اختك وعايزه مصلحتك. او ربنا مصلحتك ومناخيرك. مصلحتي ولا مصلحه الزفت اللي اسمه عبده؟ ما علينا، انت تاخد الفلوس وترد للناس اللي عليك، والبضاعه هو مستعد يشتريها منك ويرجع لك ثمنها. لا قولي له كمان على الموضوع اياه يا نينا، خلي بقى دماغه تضرب بالمره. اني موضوع ده يا بنت؟ فوتنا، هي هي الرقاصه اللي كنت عاوز تتجوزها. فيفي؟ اه يا اخويا فيفي. عرفت بقى يا ابو الزكاوه يا بتاع الليل واخره ان عبده اخوك خلصك منها مرتين؟ المره الاولانيه لما كنت عايز تروح تتجوزها، والمره الثانيه لما رميت فلوسك وحالك تحت رجليها عشان تخلصك من عبده. سيبيني، ما حدش يحشني. هو في حد مسك الواد ده؟ مالك يا امي؟ تعبت ازاي؟ ما انا سيبها الصبح كويسه. طيب طب ما سبت السكه انا جاي لك يا كامل. نعم يا حاج. خلي بالك لحد ما اروح البيت. خير يا حاج؟ في حاجة؟ الجماعة تعبانين، أروح أشوف لها دكتور. ألف سلامة، في حفظ الله يا حاج. على فين يا حاج عبده؟ أهلا يا سيف. يا ترى بقى النهاردة رايح لأني واحدة فيهم؟ الرقاصة اللي قلبت شيخة ولا بنت الجعش ولا غيرها ولا غيرها؟ عيب تقولي الكلام ده يا سيف في وسط الناس، ما يصحش. دي أعراض ولاية. لا شاف وفاهم في الأصول. تحب بقى أفضحك قدام زباينك دول اللي فاهمينك حاج بصحيح وباش بما يرضي الله؟ أنا مش فاضيلك دلوقتي، لازم أروح أجيب دكتور لمراتي. بطل شغل الأونطة بتاعك ده. انت عايز مني ايه دلوقتي؟ انت اللي عايز مني ايه؟ جيت انا واقف في طريقي، مش عايز تخرج من حياتي ليه؟ اعدلها ولا اخرج منها. وانت مالك يا اخي، دخلك ايه؟ انا اخوك الكبير و100 مره قلت لك ابويا وموصيني عليه. ابوك مات من زمان وشبع موت، بس وصيته دي دين في رقبتي. رقبتك دي هقطعها لك لو ما سبتنيش في حالي، فاهم؟ يا ريت كان لي اعدلك، كنت اضحي عشانك. سيبني اروح لمراتي. يعني ايه الكلام ده؟ ماشي يا عبده، انا وراك والزمن طويل. الو، اديني المدام. مش عارفه صوتي يعني؟ وده اللي هسيب بسرعه. ايوه يا سيف. انا لسه صاحيه من شويه. اصلي كنت سهرانه للساعه 5 الصبح. ايه ما شفناكش امبارح يعني؟ رحت لها امتى؟
لازم ما كنتش واخد معاد. ما انت عارف يا سيف الشيخة فوتنا لا يمكن تقابل حد من غير ما يكون في معاد. مش كان في زفت معاد؟ دول حتى ما رضوش يفتحوا لي الباب. ثم تعالي هنا. انت ليه ما قلتليش ان الشيخة فوتنا هي فيفي؟ يو يا سيف، وانت كنت سألتني يعني؟ وانت ايه اللي يهمك، رقصة ولا مطربة؟ مش المهم تمشي لك شغلك. لازم زعلتها في حاجة يا سيف، مش ممكن من غير سبب. طيب 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 خلاص، يلا مستنياك تعدي عليا. يلا باي. والله والله ما زعلتها، اي حاجة عايزاها كنت بعملها على طول. الشيء بقى اللي انت ما تعرفيهوش ان انا كنت خلاص خلاص هتجوزها، لولا ان ليا اخ اتدخل في الموضوع وفركشه. الله الله الله، هو طلع اخوك؟ هي فعلا كانت حكت لي موضوع زي كده وقالت لي انها سابت الرقص بسببه. امال ايه السكه اللي هي ماشيه فيها دي؟ هي ملهاش ذنب، زباين جوزها هم اللي صمموا انها كده. وبعدين هي ما بتاذيش حد، اي حد بيجي لها بترضي بكلمتين وخلاص. اي حد يجي لها ترضي بكلمتين وخلاص الا انا. يبقى انت كنت عاوزها تاذي لك حد؟ لا والله، انا كنت عايزها تمشي لي شغلي، وعشان تمشي لي شغلي لازم تفتح لي السكك، وعشان تفتح لي السكك لازم تزيح ناس من سكتي. شفت بقى، يبقى كنت عاوزها تاذي لك ناس. ده شغل والتجاره فيها شمر، ارحميني. وهي بقى ما بتعترفش بالكلام اللي انت بتقوله ده. المال كانت هتمشي لي شغل ازاي؟ هتشد الزباين من الشارع بالعافيه وتتحايل عليهم عشان يشتغلوا من عندي؟ مالكش دعوه انت، هي كانت هتتصرف. ما يمكن كانت هتدخلك مناقصات ولا عطاءات ولا تخليك تاجر جمله. ما قلتليش الكلام ده ليه؟ على العموم اديني فرصه اتكلم معاها، يمكن اخليها ترضى عنك. وانا مش طالب الا رضاها. قلتلي بقى، ده انت واقع قوي. دي الست الوحيده اللي حبيتها في حياتي. كنت عايزاني في ايه بقى؟ عايزك ترجع عن سيف بقى. وارضى عنه ليه يا فيفي؟ الراجل بيحبك. بقولك ايه، بلاش الاسم ده، انا محدش مسموح لي يقول لي يا فيفي غير عبده. وش معنى هو بقى؟ عشان ساعه ما حبيته كان اسمي فيفي، وساعه لما ربنا هداني على ايديه برضو كان اسمي فيفي. يا اختي، ما هو سيف اخو عبده، وعلى راي المثل احمد اخو زحمه. لا يا حبيبتي، الفرق بينهم كبير قوي زي السما والارض. بس واحد بايعك وواحد شريكي. لا يا حبيبتي، عبده كان صريح معايا من الاول وحكالي كل ظروفه، لكن سيف ده بقى عايز مني ايه؟ عايز يلها في القرشين اللي حيلتي. ايه الكلام ده يا فيفي؟ الراجل صرف عليكي دم قلبه. عمل كل ده يا حبيبتي عشان مصلحته. مصلحته ده ايه؟ ما تنكريش انه بيحبك. افرضي حتى انه بيحبني، عايز مني ايه؟ هيعوز منك ايه؟ الراجل عايز يتجوزك. وانا بقى ما اقدرش اتجوز واحد كل همه في الدنيا انه يزي عبده. ماشي، ولا حتى تشوفي له مصالحه؟ بقولك ايه، قولي له يبعد عن طريق احسن له، احسن والله العظيم لو حطيته في دماغي ما هخليه يشوف يوم عدل في حياته. طب يعني يا فيفي بقولك ايه، قفلي بقى على الموضوع ده وخلينا في المهم. انت بقى هتفضلي على حالك ده؟ حال ايه؟ انا مش فاهمه. يعني يا حبيبتي بقى تبطلي اللي انت فيه ده، وتبطلي تمشي مع الاشكال اللي انت ماشيه معاها دي. الله، وعيش منين بس يا فيفي؟ انو انت بس، وساعتها يا ستي هجوزك جوازه ما كنتيش تحلمي بيها ابدا. طب وانت يا اختي ما اتجوزتيش ليه؟ طب ما انا يا اختي اتجوزت مره، بس مش عارفه ليه من بعد وفاه جوزي، وانا عندي امل اني ممكن اتجوز عبده. الله، انت مش قلتي انه متجوز؟ ايوه، بس مش عارفة ليه عندي إحساس كده إن عبده ده هو اسمتي ونصيبي. لازم لازم أشوفها يا سيف. بي أعتقد إني مفيش معاد. لو سمحت من فضلك قولي لها سيف لازم يشوفك ضروري. مش ممكن، لازم يكون في معاد سابق. أرجوكي سيبيه يا أمل. اتفضل يا أستاذ سيف. خير؟ إزيك؟ الحمد لله، نشكر ربنا. وحشتيني وحشتيني قوي. أفندم، جرى لك إيه يا أستاذ سيف؟ طلباتك؟ فيفي أنا. فيفي؟ فيفي دي مين؟ أنا عرفت كل حاجة، ومش مهم أفهم أي حاجة، المهم عندي إني لقيتك يا فيفي.
أرجوك يا سيف، أرجوك تنسى الماضي، الماضي خلاص انتهى. يا ريت تنساه زي ما أنا كمان نسيته. أنساه؟ أنساه إزاي؟ حد ينسى عمره؟ ينسى حياته؟ حياتك لسه قدامك وبإيدك تعيشها راضي وسعيد، لكن أنت اللي ساجن نفسك في الماضي. فك أسرك يا سيف، افتح قلبك للدنيا عشان ترتاح وتريح. أرجوك يا فيفي ارجعيلي، ارجعيلي زي ما كنت، وأنا مستعدة أدفع عمري كله وساد أي غلطة عملتها معاكي بقصد أو بدون قصد. يا سيف افهمني، أرجوك بقى تفهمني، الماضي خلاص راح انتهى، وصدقني صدقني أنا مسامحاك. وأنا محتاج لك يا فيفي، محتاج لك. أنت محتاج لنفسك، محتاج تتصالح مع نفسك. أنا مستعد أعمل أي حاجة في الدنيا بس ألاقيكي جنبي. ما ينفعش، لا أنا ولا الدنيا دي بحالها نقدر ننقذك من اللي أنت فيه. أنت الوحيد اللي في إيدك الحل، افتح قلبك للدنيا وللناس، ساعتها لا هتبقى محتاج لي ولا محتاج لأي بني آدم تاني. أرجوك يا فيفي ما تبعديش، أنا بحبك. نزل إيدك يا سيف وروح، روح شوف حالك. دايما هو اللي واقف بيني وبينك، مفيش غيره، عبد الرحمن. عبد الرحمن، يا ريتك كنت زي عبد الرحمن، كان زمان مصيرك اتغير. دايما الاقي عبد الرحمن في وشي، حتى وهو مش موجود دايما الاقيه. يا ريتك تلاقيه بدل ما انت تايه عنه وعن نفسك. انسان يا سيف، انساني احسن لي واحسن لك. يا ريت يا فيفي، يا ريتني أقدر. مع السلامة يا سيف، ربنا يهديك.